عملته لوجه الله سبحانه وتعالى والبيت النادي الاسماعيلي انا لاقيه. سيبك من الفلوس اللي بتيجي وتروح، حبك واخلاصك لناديك هو ده اللي بيبقى حتى لو مت. النهارده الناس بتتكلم في النادي الاسماعيلي على المرحوم رضا وشحته، هو ده حازم. والكابتن علي ربنا يديله طوله العمر، والجيل ده الجيل اللي طب وانت فين من النادي الاسماعيلي؟ انا فين يا وطني؟ انا فين من النادي الاسماعيلي؟ فين انت فين من النادي الاسماعيلي؟ انا موجود. لما انت بالعقليه ديت وبالدماغ الحلوه الجميله دي، طيب انت فين من النادي الاسماعيلي؟ هقول لك انا، هو الكابتن علي ابو جريشه لما جه شهر ومشي، عارف جه ومشي ليه؟ عشان كان عايز يعمل حاجات معينه واتقال له لا. السلام عليكم، اخش انا ابقى عايز اعمل حاجات معينه ويتقال لي لا، بس انا مستعد لان انا ده بيتي. لو اتقال لي تعالى بكره الصبح انا بقول لك عشان خاطر بيتي في موقف، وكلنا زي ما بدات الكلام ان بيتنا محتاجنا، اول واحد اكون في النادي الاسماعيلي حتى لو في خلاف بيني وبين اي شخص عشان النادي الاسماعيلي. هو انت في خلاف بينك وبين اشخاص في الاسماعيليه؟ لا، في المجلس الاداره؟ طبعا. لا والله بجد انا مع انا يعني حزين. لا والله حزين، وخد بالك حزين عشان خاطر الاجيال اللي طالعه. انت عارف كريم بامبو ومحمود متولي قبل ما يمشوا بيقولوا لي ايه؟ المفروض باشمهندس ابراهيم كلمني علشان اكلمهم في التجديد. بيقولوا لي يا كابتن حسني اذا كان حصل مع كابتن حمص كده ومعاك كده هنقعد نعمل ايه؟ عرفت ان الواحد حزين على الاجيال اللي جايه؟ علشان كده لما لعيب بيلعب ماتش واتنين يقول لك انا عايز امشي. ولما انا رديت عليك قلت لك الاداره اللي عملت كده كان عندي حق. النهارده نادي الاسماعيلي في ناس بتديره من ظهر باشمهندس ابراهيم عثمان عشان مصلحتهم الشخصيه والماليه. حط علامه استفهام كده حوالين الماليه اكتر من اي شيء. ومين هم؟ جمهور الاسماعيلي عارف كل حاجه. كفايه كفايه بقى يعني. كفايه وهاتوا الناس اللي تستاهل ان هي تجيب اللعيب الصح المدرب الصح ويبقى نادي الاسماعيلي في المكانه اللي الواحد حزين بيبص للجدول. ايه نادي الاسماعيلي؟ ترتيب نادي الاسماعيلي انت عارف كام يا مهيب؟ ها؟ هتقولنا ترتيب جدول الدوري. ال 11. نادي الاسماعيلي داخل فيه 12 جول. نادي الاسماعيلي 14 بونت من 6 متوش من 12 ماتش، كسبان 6 فاز في 4 متعادل 2. هو ده نادي الاسماعيلي؟ هو ده نادي الاسماعيلي اللي احنا بنقعد مستنيين ان ربنا يسترها وبيلعب فرق؟ ده الفرق دي كانت بتاكل من 3 و4 و5. النهارده بقى وانت بتتفرج بقيت حاسس ان اسماعيلي هيتغلب باثنين ولا ثلاثه ولا اربعه؟ نادي اسماعيلي بقى بيتغلب في ارضه وبره ارضه. ليه؟ ليه؟ وشوف عشان كده انا بقول لك اللعيبه عليها دور. شوف ماتش الاتحاد في اسكندريه، شوف ماتش الجزيره في اسماعيليه، بص شوف ماتش الاهلي. عمر ما كان الجدول كنت تلاقي اهلي زمالك مقاولين اسماعيلي اتحاد يعني يا يعني مهيب. مهيب انت عمر الجدول ما يبقى كده. عارف الاعلام واي معلق بيقول ايه؟ الاهلي الزمالك بيراميدز. تخيل تخيل احنا وصلنا لايه؟ النادي الاسماعيلي ما عادش مذكور حتى. بص نادي الاسماعيلي في المركز الكام؟ 11 ولعب 12 مباراه. علشان كده 12 مباراه يعني مهيب. نقطه من كل مش ممكن. مهيب عشان كده انا بقول لك، عشان كده انا بقول لك لازم يا راجل. ده الاسماعيلي دخل 7 اجوان، دخل 7 اجوان وعليه 12. انت متخيل يا كابتن حسني؟ المشكله مش مشكله كلام، احنا بنتكلم كويس وبنتكلم بس. طب ايه اللي هتعمله انت يا كابتن؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ ما انا بتكلم، انا بقول لك اهو نادي الاسماعيلي لازم يبقى فيه تعديل، مش مجلس اداره. بص انا اقول لك من الاخر يعني، مجلس اداره قاعد عنده فتره انتخابيه، الراجل منتخب من اعضاء النادي، ودي نقطه برضه. خلينا نتكلم بقى. انا النهارده انا همشي باشمهندس ابراهيم ثوره ويلا ويمشي؟ لا طبعا. ابقى راجل جاهل لو انا عملت كده او انا فكرت في كده. انا النهارده عندي اعضاء مجلس اسانده. المفروض انا اول واحد انا مساند اسماعيلي. بص اسند اسماعيلي. ايوه وتسند لان الراجل هو اللي ماسك الاسماعيلي وانا طلعت في فهو معاك اهو بتكلم. انا في ظهر الاسماعيلي بس في الصح. ما تجيبنيش عشان تحطيني جوه قدام المدفع وشيل الليله زي ما الكابتن علي جه. باشمهندس محمود عثمان جاب الكابتن علي، ها؟ في الاخر الكابتن علي مشي لما حب يعمل شغل. انا ده قلته لك وباكده لك. النهارده مبعوت جواب لمديريه الامن ان الجمهور ما يخشش. طب بالله عليك انا اخاف على نفسي لما اتشتم وما اخافش على الفرقه؟ انت شفت النادي الاسماعيلي في الاتحاد في البطوله العربيه شفت اداؤه عامل ازاي؟ شفت الناس اللي مسافره من اسماعيليه وطالع عينها وراكبه قطر ومسافر على حسابها؟ النهارده النادي المصري بيطلع باصات وبيسافروا وبيروحوا وبيجوا، النادي الاسماعيلي بيسافروا قطره عشان يتمرمطوا ونايمين
علشان يروحوا ورا فرقتهم وفي الوضعيه اللي انت شايف الجدول فيه هو ده جمهور نادي الاسماعيلي. ما ادهمش الحق ان يخشوا ويشجعوا فرقتهم في الظروف اللي احنا فيها. ابعت جواب اقول الجمهور ما يخشش؟ ده انا لو عايز انزل فرقتي مش هعمل كده. ده انا لو عاوز ادمر فرقتي مش هعمل كده. وبرغم ده كله انا بقول لك النادي الاسماعيلي محتاجنا كلنا الوقت ده، وقت كلنا لازم نبقى في ظهر النادي الاسماعيلي. والله 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 انا ما طالع عشان اكلم على حد ولا بيني وبين اي حد حاجه. حاج محمد ابو السعود عمل معايا مواقف العمر ما انساها سواء حلوه او وحش، بس في الاول انا قلت لك الف سلامه على الحاج محمد، لان صدقني احنا كلنا ماشيين.